جو علينا 8 نزلوا فوتوا على البيت. واحد ضل بالسيارة، سيارة مثل ما المراد كبيرة، مكتوب عليها المسألة الأمنية الموصل دولة إسلامية. جيت قلت أنت أخويا والله زوجي ما موجود، سأل أطفال وين أبوكم؟ قال أبوي طلع على بغداد نزم. قال لي اطلعي أنت، إحنا ما أخذينش سبيه مكانه. She told me that she was living 2 years in Mosul. Her husband was a policeman, so he had to stop working, and they became very poor after that, and they were threatened almost every day. They were living in fear because they were afraid of policemen. They were being executed at the time. معي 8 وصلنا 8. قلت انتوا شو اللي شغلكم؟ قال زوجي طلع الخارج نزموا، احنا بقينا اخذونا سبايا مكان معنا. ازواجهم ايش اشتغلوا؟ شرطه، كلهم شرطه وجيش. الساعة 8 الصبح زوجي طب البيت ثاني يوم. ثاني جاء زوجي قعد. الساعة 8 ونص جت السيارة طبقت على الباب. مراقب البيت ماني. جو علينا قالوا لهم يا انت ثبتي على كلامك وعدتينا بكلامك، عرفي عليش التزمتي بالكلام، كوني معانا احنا ما نقصر عليك. قلت شنو اكون معكم؟ اعطيكم وزمتي تقتلونه؟ انا صاحبة السبعة مريضة، صرح سرطان براسي، ما اريد احد ياذي اطفالي. جاء كتاب تنفيذ بالمنتسبين، ينفذون بالمنتسبين يقتلون. وادي حجر اعدام على كل المنتسبين ما على زوجي. قفلنا الباب من جوا، قلت ليش اخذوا الشرطه مال جيراننا؟ حطوهم على الجسر مال الرابع، الجسر الرابع يضربون الطلقه يزتونه بالمي، يضربون الطلقه يزتون بالمي. سبعه من جيارين علقوهم بالترف لايت مال وادي حجر. She's living here in fear as well. She suffers from headaches, breathing difficulties, poor appetite, insomnia, anxiety, fear. She has symptoms of post-traumatic stress disorder, in which they have flashbacks of traumatic events that she witnessed or that she had. هسه زوجي يدعي لك يقول كنت ما انام بالليل بسببك، يا شق شنطوك هذا العيال. صرتي تنامي؟ والله قام حتى يضمه بجيبه، يقول اخاف ان العجايز يضيعونه من خيمه وتبهدل.